FM. الكلمة ليك. ديما نحكي على أخبار متفرقة في جريدة الشروق الصفحة 3. سي مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق في زيارة البارح للجزائر مع عدد من المسؤولين وبدعوة من شكون من البريمير مينيستر الجزائريان اللي هو سي عبد الملك سلال، دونك أكثر من نقطة استفهام، إضافة إلى أنه فما معلومات من مصادر أكيدة تقول أنه قريبا مهدي جمعة باش يعلن على تأسيسه لحزبه، دونك باش يولي يمارس السياسة على بزو معناها بروفيسيونيل معناتها. نحب نذكر كمان باللي هو سي مهدي جمعة راه كانت عنده علاقات طيبة برئيس الوزراء الجزائري سي عبد الملك سلال من قبل، عنده حتى لقاء مع سي عبد العزيز بوتفليقة. وحاجة أخرى باللي حتى التوا هو شخصيا ما حكيش على حزب، هو شخصيا حكي على ثينك تانك داكوردو، معناتها حتى التوا ما فماش معناتها حاجه رسميه تقول باللي هو باش ياسس الحزب، دونك توا يظهر لازم نستناو شويه كما يقولوا المسار يخبر بكره بفلوس، معناتها اليوم معناتها اليوم بفلوس غدوه نلقاوها ببلاش، ليه ما نعملوش اختار؟ انا نستنى كل شيء، ما تعرف راهي السياسه كي الفيروس، واحد كيف يدخل العالم السياسه ما عادش ينجم يخرج منه، يصبح ممكن ادمان. نعم ادمان ادمان. دونك ممكن باشا ان سي مهدي جمعة يولي رئيس حزب. الكلمة ليك.